برحب بحضراتكم مرة تانية. كتير بندور على إثباتات، وكتير بنبقى عايزين نلمس الحاجة بعينينا وبإيدينا عشان نصدق، وكتير بعقلنا بنفضل نفكر ده ينفع وده ما ينفعش، ده معقول وده مش معقول. لكن الحقيقة إن مع ربنا في حاجات كتير قوي ما ينفعش نحسبها بس بالعقل، لكن بالإيمان. ظهور العذراء في فوق قباب كنيستها بالزيتون، وعلى الرغم من مش هقول المئات لكن يمكن الملايين اللي شافت الظهور ده، أنا هقول المصريين مش هقول المسيحيين اللي شافوها، العذراء ظهرت بوضوح لكل الناس من غير ما تفرق. كانت عايزة توصل مش رسالة لكن رسائل، زي ما كنا بنتكلم مع نيافة الأنبا يؤنس، لكل الناس، ورسائلها أكيد وصلت. لكن الناس اللي كانت بعيدة عن مصر، الناس اللي كانت في دول العالم المختلفة، واللي صدقت واللي أمنت واللي اختبرت واللي بركات العذراء كانت معاها ووصلت لها وسلامها كان جواها وفي حياتها، واللي اتبركت واللي ياما عملت معاهم معجزات، ما شافوش الظهور بعينيهم لكن شافوه بقلوبهم، صدقوا بإيمانهم، وده يفرق كتير، وده اللي احنا محتاجين نتعلمه ومحتاجين انه يكون موجود في حياتنا. سعدني وشرفني يكون لقائي مع القس بشوي فايق كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بالزيتون. اهلا بك قدسابونا، وكل سنة وقدسك وشعب الكنيسة كله طيبين وبخير يا رب. اهلا وسهلا، باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بك قدسابونا. انا هبدا مع قدسك والاحتفاليه الكبيره، واللي احنا فعلا سعداء واحنا شايفين كل الترتيبات الرائعه، واللي عرفنا من الخدام ومن اباء الكنيسه ان انتوا بقالكم فترات طويله جدا بتجهزوها، وقد ايه جميل الناس ما بتنامش وسهرانه، والصغير قبل الكبير حابب انه يشارك ويكون ليه بصمه ونفسه يعمل حاجه من كتر حبه للعذراء. الفرق بقى في التجهيز للاحتفالية أو في شكل الاحتفالية من اللي حصل في 2008، الاحتفال بمرور 40 عام، من احتفالنا النهاردة أو بداية الاحتفال بمرور 50 سنة. الحقيقة النهاردة يعتبر الاحتفال تاج لاحتفال الاحتفالات كلها. احنا الحقيقة بنعد مش من 3 سنين، نعتبر من 2008 كان إعداد للعيد الخمسين. حتى أياميها في 2008 الناس سألونا، قالوا ما حدش بيعمل احتفال في العيد الأربعين، مفروض أنتوا في اليوبيل الذهبي تعملوا الاحتفال. لكن الحقيقة ربنا حط في قلوبنا إيحاء كده أن احنا خايفين أن في ناس كتير موجودة معنا شهود على الأرض، أن احنا نفقتهم بعد شوية لانتقالهم للسماء. فإحنا تحركنا بسرعة في الوقت ده وابتدينا نشتغل حوالي سنتين. في السنتين دي ابتدينا فكرة بسيطة الأول أن احنا نسجل للناس، وفعلا الناس سجلنا لهم، في جزء كبير منهم راح السماء. وابتدينا نفكر تفكير بسيط قوي أن احنا نلم الجرايد من الناس، وبعد ما ابتدينا نلم الجرايد فوجئنا هي الحقيقة أن الناس بتبعت لنا كتب كمان، مش جرايد بس، وفوجئنا ناس جاي من بره بتجيب لنا كتب، دي الكتب دي عندنا. وبصينا الاحتفالية كبرت معانا أياميها في 2008، لمينا الكتب والجرايد وصورناها، عملنا لها سكانينج، والشهود العيان سجلنا لهم. وبعدين جت فكرة تانية ان احنا شهود العيان دول نحطهم في افلام صغيرة على اساس الناس تبقى هضمهم سهل، الناس تسمعهم بطريقة مبسطة ويبقى فيهم فايدة كفاية. وابتدينا الموضوع يكبر معانا، فكرنا نعمل معرض فني عن ظهور العذراء، عملنا مسابقة اياميها والناس فنانين رسموا كتير وجابوا اللوحات بتاعتهم. فكرنا نعمل كورالات ناس تعبر عن ظهور العذراء ومشاعرهم، وفعلا ناس كتير عملنا كورالات وكانت كورالات جميلة جدا. المهم لقينا الدنيا بتوسع معانا، فكرنا في الكشافة ازاي هنعمل الاحتفال ويكون دخول ازاي، ربنا يناح روحه ايام سيدنا البابا الانبا شنودة الثالث. واتعملت زي سكتشات يعني وحاجات جميلة جدا. المهم يعني كل حاجة عملنا حاجات كتيرة جدا. ده كل ده في الاحتفالية الأربعين. في الأربعين ابتدينا نجدد ده كله، وكان الحقيقة أنا بعتبر دي كان تمهيد للعيد الخمسين، لأن العيد الخمسين لما جه الحقيقة استغلينا مجهود جديد كبير قوي 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 اتعمل في السنتين دول، واستغلينا البيز لاين اللي عندنا والقاعدة اللي عندنا، الكتب والجرايد والحاجات اللي موجودة والخبرات اللي كانت عندنا، وكنا خدنا خبرات فعلا في حاجات كتيرة يعني. فأنا حاسس إن ربنا بيجهز للعيد الخمسين دهوت من 10 سنين، أيام أكتر من 10 سنين، من 2000 ويمكن و7 يمكن وإحنا بنشتغل، أو يمكن نهاية 2006. فطبعا التوج ده كله بتكليف سيدنا البابا واهتمامه البابا الإمبراطور الثالث ومحبته الكبيرة للعذراء، إن هو
هيعمل الاحتفال الخمسين، وهو بعت لنا نيافة الحبر الجليل الأنبا يؤنس بمحبة كبيرة جدا، وبقالنا تقريبا شغالين بقالنا سنتين وشوية، يمكن أكتر من سنتين تجهيز للاحتفال، في تجهيز الاحتفال الخمسين. فأنا حاسس إن الدنيا متكاملة، إذا كان العيد من العيد الأربعين أو الخمسين ما نقدرش نقول احتفاليتين، هي احتفالية واحدة يعني الحقيقة. طيب إحنا عايزين نقول للناس النهاردة إنه اللي بيشارك في التجهيز وفي الاحتفال وفي الفرحة مش أبناء الزيتون بس ولا كنيسة هنا، فإزاي حتى الآباء، الآباء الأساقفة الأحبار الأجلاء والآباء الكهنة والخدام وأبناء الكنيسة طبعا. مش من القاهرة بس لكن كل المحافظات، إزاي بيشاركوا معاكم يا أوتسابون؟ يعني أنا تالي إن الدافع للاحتفالية هو يعني حب الناس للعدر، مش إن إحنا يعني جت في دماغنا فكرة، احنا مدفوعين اكيد بحب الناس. وبعدين اللي عاش في المنطقه ديت يعرف كويس قوي ان خلال السنين الطويله دي كلها الكنيسه دي ما بتخلاش من ناس محبين للعذراء، بيشعللوا الفكر جوانا العذراء وعظمتها. فالاباء الاساقفه ييجوا ساعات نحس ان الاباء الاساقفه ان الاباء جايين ياخدوا بركه العذراء، انه قداس في الزهور دي بيحسوا ببركه كبيره جدا جدا، وجايين بفرحه كبيره قوي الاباء الاساقفه. ما فيش حد من الاباء الاساقفه يعني لما بيجي يقدر ينسى ان العذراء ظهرت ويذكرها في عظاته. فالحقيقه اشتركوا معنا الاباء، وهيبقوا الاباء الاساقفه هيبقوا معنا في ان شاء الله الايام دي في قداسات وفي كلمات وحاجات حلوه جدا. فدي نعمه كبيره جدا. الخدام في ناس من بره الكنيسه خدمونا كتير قوي، بنشكرهم ومحبتهم. انا حاسس العذراء الحقيقه هي يعني ظهورها ده مش حاجه بسيطه، حاسس العذراء ده زي ما يكون يعني زلزال كبير حصل في الزيتون وتوابعه امتدت مش بقى 6 ولا 7 ولا 8 ريختر، لا اكتر، وصلت للعالم كله في قلوب الناس كلها، لان محبه العذراء دي حاجه تفوق الوصف يعني طبعاً. حاجه تفوق الوصف. العامل المشترك اللي بيكون في كل حاجه بنتجمع حواليه وعلى محبته، اكيد كلنا حاسين وشايفين ان القلب الاحتفاليه طبعاً. دي من القلب الاحتفاليه دي من القلب مش دماغي يعني، لكنها من القلب يعني. تسابونا الزلزال اللي حصل في الزيتون والتوابع بتاعته وصلت لكل العالم، ويمكن في دول كتير من دول العالم ناس ما كانتش موجودة وقت ظهور، ما شافتش بالعين. أيوة. أيوة. وعلى الرغم من كده كان في تأثير كبير للزلزال اللي حصل. انتوا شفتوا ده ازاي من خلال الرسائل والحاجات اللي بتجيلكوا؟ وطبعا يعني للسادة المشاهدين وتسابونا جيب لنا مجموعة من الكتب الأجنبية واللي يعني حابة ان انت تكلمنا عنها وتسابونا، اتكتبت ازاي؟ يعني ايه الخبرة اللي خلتهم يكتبوا بيها؟ والأولى انا احكي لك حاجة بسيطة عن موضوع الزلزال ده ومدى تأثيره ما انساهاش. يعني في العيد الأربعين وإحنا بنجهز العيد الأربعين فوجئنا في ليلة الساعة 12، كنا موجودين في الكنيسة وقبل ما نمشي فوجئنا عربية بيجو وفيها 5، وبعدين لقيت الأمن فتحوا، الدنيا كانت أمنيا مفتوحة شوية في الوقت ده، ودخلت عربية قلنا في إيه في إيه، مين اللي جاي ده؟ قالوا لي ده راهب روسي ومعاه 5 أفراد جايين. نقول له اللي جايبه بالليل الساعه 12 يعني الساعه 12 دلوقتي. المهم الراهب دوت لما رحنا نكلمه قلنا له اهلا وسهلا، كان معاه بيتكلم حد كان معاهم بيتكلم انجليزي، ففهمنا معاه ايه الموضوع في ايه قدس جاي لي دلوقتي الساعه 12 بالليل دلوقتي. فالراهب قال لي انا راهب روسي اسمه بارسينو فيسكي، لسه انا فاكر اسمه كويس قوي. والراهب دوت قال انه هو جاي من روسيا علشان يزول المكان المقدس ده، وان هو نزل يدوبك من المطار حط شنطه في الفندق وجي على طول في الكنيسة دلوقتي. طب الساعة 12 يعني انت كنت متوقع ان انت تلاقي حدك، المفروض الدنيا قافلة. فالمهم قال لي انا معايا 4 أيام في مصر وعايز اجي اقعد الـ4 أيام هنا. فعملنا معاه كنا حديث كده وحكينا معاه شوية، فحكى ان هو لما ظهر الزهور ده في 68 وصلته الأخبار عن طريق الـBBC، وبعدين بيقول أنه الوقت ده كانت نهاية الشيوعية في روسيا، فبيقول إحنا تلقينا الخبر كأنه بالنسبة لنا الخبر ده يعني طاقة من السماء بتنفجر، أن السماء بتعلن عن نفسها وأن في إله وفي سماء وفي عالم الروح. فبيقول تأثرنا جدا. وبعد كده كان في مؤتمر للكنيسة مؤتمر عالمي حضرته كنيستنا ممثلة في الأنبا صامويل، يمكن حد تاني في الوقت ده. فبيقول المؤتمر العالمي ده
اتسربت منه الأخبار، وزي يعني زي بيان أو بروشور ظهر فوصلهم في روسيا، وهم ابتدوا من البداية ديت يعتبروا يكرزوا إن في إله من حجر الأساس ده، إن العدرا ظهرت في مصر، خصوصا إنه كان بيأكد لي يقول لي العدرا دي مش بتاعتكم انتوا بس، مش ماسكة غصن زيتون وبتلف في الأربع اتجاهات، دي معناها إن هي للعالم كله، العالم كله مش ليكم انتوا في الزيتون بس، دي كانت بتلف في الأربع اتجاهات، لأن معروف رقم 4 في كتاب مقدس يعني العالم كله، لما أقول 4 معناها العالم كله. المهم هو ابتدوا يتنشطوا، وكان دي بيعتبر ان دي كانت نهاية الإلحاد في روسيا وبداية رجوع الإيمان تاني، بيعتبر ان العدرا لما ظهرت هنا كانت القوة بتاعتها وصلت عندهم هم هناك في روسيا، ولما عملوا جمعية سموها جمعية أبناء الزيتون، وابتدوا ان هم يبشروا ويكرزوا بوجود العدرا. هي كان مؤثر فينا جدا، كان معاه 4 أو 5 من شعبه، ووقفوا في كنيسة الزهور وابتدوا يمدحوا العدرا، يقولوا زي لحن كده معناه زي السلام لك يا مريم عندنا. وكان الحقيقة فرحة بالنسبة لنا كبيرة قوي ان احنا نسمع ان لينا اخوات مش شايفينهم فين، مش مكانهم مش عارفينه، بس هم العدرا بتجيبهم عشان يقولوا ازاي العدرا من النور العظيمة بتحبهم هم كمان. طبعا ده مش تحول في حياة شخص، ده تحول يعني في حياة بلد بأكملها او مجتمع كامل. من الشيوعية ومن الالحاد للاعتراف مرة تانية بوجود الله والاحساس. طبعا فزي ما يعني وصف قدسك لينه فعلا زلزال يعني. على موضوع الزلزال ده، يعني هو كان بيقول ان زهور الزيتون ده كل الظواهر الروحية اللي حدثت في الكتاب المقدس جمعها زهور الزيتون. فمثلا النجوم اللي كانت اللي ظهر النجم اللي ظهر للمجوس، بيقول كان عندنا النجوم هنا بتظهر في السماء وتنزل تختفي. مثلا الحمامة، قال ان كان في حمام بيطير. البخور اللي في العهد القديم ايام موسى النبي على جبل سيناء والدخان، كان عندنا بخور هنا في الزيتون. المهم كل النور اللي كتير ما ظهر في كتاب مقدس، كان عندنا نور في الزيتون. فكان بيعتبر ان الزيتون ده اقوى، يعتبر من اقوى ظهورات العدرا في العالم كله، زلزال وصل للعالم كله. طب احنا عايزه اقولك تكلمنا عن الكتب دي، بس اشهر كتاب فيها وبرضو اثر فينا وفي الناس في مصر هنا ايه؟ هي الكتب كتب كتير قوي الحقيقه، انا جايب بس عينه لان ما ينفعش اجيب الكتب كلها اللي عندنا في الدواليب، خصوصا انها كنز يعني. دي كتب بالفرنسيه باللغه الفرنسيه، في كتب بالالماني او النمساوي، الكتاب ده نمساوي مكتوب باللغه الألمانية. عندنا كتب بالعربي كتير قوي، انا بس امثلة. عندنا كتب باللغة الفرنسية موجودة عندنا، كل الكتب دي كتبت عن ظهور العدرا. بالنسبة للكتب الانجليزي، ويمكن دي نركز شوية فيهم، اول كاتب كتب هو اسمه جيروم بالمر، وده راهب بندكتي. الراهب دوت كتب سنة 69، الظهور كان 68، لكن هو الحقيقة كتب والظهور لسه شغال يعني. كتب أوائل اللي كتبه، وده طبعا أهمية الكتاب ده إنه راهب كاثوليكي، والحقيقة هو جه اتقابل مع ناس كتير وأثناء الظهور ما كانش شغال، هو جه أثناء الظهور اتقابل مع ناس كتير وسجل لهم شهاداتهم. يعني مثلا ده أبونا جوزيف مظلوم، أب كاثوليكي مثلا، سجل شهادته لأنبا غريغوريوس، وهكذا. ده يوناني، كاهن يوناني من الكنيسة اليونانية، هو سجل شهادته. ده أبونا سيفين كان موجود في الكنيسة، بطرس سيفين كان موجود في الكنيسة في الوقت ده، سجل شهادته، سجل الشهادات الرسمية. ودي صورة نادرة للمسبح أيام ظهور العدرا، كان في قبة، القبة ديت هي لو الصورة معانا أو واضحة. القبة ديت هي قبة من النحاس فوق الكنيسة، فوق المسبح، وهو سجل الحاجات دي كلها. دي الصورة اللي كانت موجودة في الوقت دوت، هو صورها. فالحقيقة اشتغل شغل كتير جدا، سجل مع إخواتنا المسلمين، ده واحد اسمه حسان واحد تاني. المهم سجل كل دوت وعمل حاجات كتيرة جدا. هو الجميل أن ده مش كتاب مترجم من العربية، لا. يعني مش حد من المصريين كتب ده والترجم، لكن لا. هو كتب الكتاب أجنبي، يعني العالم كله كان بيشهد عن ظهور العدرا. الحقيقة الكلام اللي كتبه
عن 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 العذراء كلام جميل. فهو كاتب على الكتاب بيقول جيسس ميري اند جوزيف ليفت ايجيبت وين كرايست واز ا تشايلد. بيقول ان المسيح والعذراء ومريم ويوسف غادروا مصر والمسيح عيل صغير. وبعدين بيقول تاني ميري ريتيرن بعد 1965 سنة. يعني لو افترض ان المسيح سابوا مصر في سن 3 سنين بيقول بعد 1965 سنة ميري ريتيرن ليتر. فطبعا دي كتاب جميل جدا وكان من الكتب اللي بتوثق فيها الزهور. وثقت الزهور فعلا. برضو من ضمن اوائل الناس اللي كتبوا برضو عندنا في كتاب مثلا واحدة اسمها بير لزكي. الحقيقة هذه السيدة سيدة عظيمة جدا نخلي الكلام عنها في الآخر. هي كتبت زي كتيب صغير. هي شافت العذراء من شهود العيان وكتبت زي كتيب صغير في الأول وكانت لمت الشهادات اللي شافتها والصور وكرست حياتها الخمسين سنة دي هنحكي عليها في الآخر عشان عايزة كلمتين زيادة شوية نقولهم في الآخر. طيب خلينا نتكلم عنها دلوقتي عشان وقتنا برضو طالما فتحنا الكتاب بتاعها ونعرف السادة المشاهدين عليه. أوكي. بير لزاكي هي أمريكانية. جوزها مستر زاكي ده كان مصري وكانت متزوجة في قاعدة في مينيسوتا في الوقت ده. وبعدين جوزها كان بيجتمع معاه بعض الشباب المسيحيين بيصلوا سوا فكان كل شوية بيجوا. وبعدين هي لاحظت انهم بيتكلموا عن ان العذراء ظهرت في مصر فهي يعني الكلام بالنسبة لها غريب شوية. المهم هي كانت عايزة تيجي تزور مصر فجزت زارت مصر. وبعدين جت هنا في الزيتون ما شافتش العذراء أول يوم بس بعد كده راحت للبابا كرولوس فقالت له أنا هشوفها. فرد عليها البابا كرولوس قالها تونايت يو ويل سي هير تونايت وكرر كلمة تونايت مرتين. ففعلا في الليلة دي جت وشافت العذراء بمنظر عجيب جدا هي ما بتنساهوش أبدا ست. وبعد كده المهم شافت العذراء مرة تانية خلال 8 أيام شافتها مرتين. بعد كده هي لما كان في راهبة كاثوليكية في مدرسة نوتردام جنبنا هنا هي كانت بتراسلها وسجلت معها 108 ليلة من ليالي الراهبة الكاثوليكية دي كانت قاعدة هنا في الكنيسة كل ليلة لأن المدرسة دي قريبة مننا هنا. بتجيب الكرسي وتقعد هنا وتسجل زهور العذراء حوالي 108 ليلة أو 108 ليلة بالضبط يعني. وهي الحقيقة جمعت حاجات كتيرة من الناس ومن شهود وكرست حياتها بير لزاكي علشان كل جهودها ان هي تبشر او تتكلم عن ظهور العذراء في مصر. ف يعني عملت محاضرات لناس كتير بتقول مجموعات صغيره في شرق امريكا على الساحل الشرقي بتاع امريكا واتقابلت مع التلفزيون اتكلمت عن ظهور العذراء في التلفزيون اكتر من مره في التلفزيون الامريكي. والحقيقه هي بعد 33 سنة قدرت ان هي تكتب الكتب بتاعتها دي. كتبت الكتاب ده الاول وليها كتاب صغير وليها كتاب تاني. ده الكتاب التاني بتاع بير لزاكي. لما انا الحقيقة كنت في كندا يمكن سنة 2007 وكلمتها في التليفون مشاعرها فياضة جدا جدا من ناحية العذراء. درجة بقول لها يعني لو الحاجة بتاعتك نقدر نستغلها أو كده تسمح لنا. قالت لي كل اللي أنا عملته تحت أمر أمنا العذراء. فالعنوان الكتب بتاعها عنوان الكتابين اللي كتباهم يعني مثلا لقي إن هو تقول مثلا تتكلم الكتاب الأولاني تقول تتكلم عن مجد الرب تقول لنفرح بمجد الرب لنفرح rejoice in God's glory. وبتقول في الكتاب الأولاني أم ربنا تزور مصر وكاتبة التاريخ. الكتاب الثاني بتتكلم فيه وبتقول أن أم before our eyes يعني نفرح بمجد الرب before our eyes the Virgin Mary العذراء أمام عيوننا العذراء أمام عيوننا في الزيتون في مصر.
الكتاب مليان شهادات كتيرة. يعني أنا برضو كتاب موجود في الأمازون. الكتب دي قد إيه هي ثروة، مش مجرد توثيق، مش واحد شاهد عيان بس شاف ده، لكن هي أحاسيس ومشاعر فياضة لناس اختبرت. إحنا مش محتاجين أننا نشوف بالعيان ونلمس بإيدينا عشان نقول أن ده حصل، لكن ربنا بيعمل أعجيب في حياة أولاده وبيسمح بالظهور ده، لأنه بيغير زي ما سمعنا من قدس أبونا النهاردة ومن كل ضيوفنا، بيغير حياة مش ناس، بلاد، مجتمعات بأكملها، بفكرة أنه يورينا مجد الرب من خلال نقول شخص العذراء مريم، الإنسانة العزيزة على قلب ربنا والغالية على قلب ربنا، أم الله. أكيد أكيد حياتنا كلها هتفرق وهتتغير لو إحنا كمان جربنا أننا نتعامل بإيماننا قبل عيوننا. اللي لسه ما جربش أنه يجي الكنيسة هنا، وإذا سمحت لي يا أبونا، اللي ما جربش أنه يجي يولع شمعة ويقف بيها قدام أيقونة العذراء وهو تعبان، لسه فاته حاجات كتير قوي محتاج ان هو يجربها. جرب الراحة لان ربنا مديها لك. انا مرة تانية بشكرك وبقول لقدسك كل سنة وقدسك طيب وتسوونا في شوي، وشعب الكنيسة كله بخير يا رب، ودايما فرحانين ومفرحنا معاك، وشكرا لاستضافتكم لينا. انا هقول رسالة بس من عشان الامانة، كلمتين اتنين اقراها وخلاص. في رسالة من الحقيقة احنا قدرنا نسجلها يوم 4 ابريل، ابونا يعقوب زكي من امريكا قدر يسجل لها وبعت لنا تسجيل، بس التسجيل لسه ما نشرناهوش، هننشره على السايت بتاعنا. وهي بعتت رساله بتقول: كان لدي 50 سنة من التامل، دي بنسبه اليوبيل الذهبي، للتامل والصلاه وتقديم الشكر وتذكر زياره امنا العذراء في كنيسه القديسة مريم القبطية في الزيتون في مصر. في الاحتفال بالذكرى السنوية 50 نتذكر فرحة هذه الزيارة، أن ظهورها في ذلك الوقت بركة وشفاء عظيم لكل العصور. لم تتحدث لأحد حتى تتمكن من التحدث للجميع، وكما في الكتاب المقدس نجد أن الله اختار مريم العذراء لتكون أم ابنه يسوع المسيح، وهي قالت نعم، تقصد لما توازي أنا مثل الرب. الآن يا الله أبانا في السماوات، ارسل لنا أمنا مريم التي من خلال ظهورها ترينا من هي وماذا فعلت لتقول لنا نعم مرة أخرى. خلال أيام ظهورها في عام 68 وحتى عام 72 رآه الألاف ورأيتها، كانت هدية من الله للجميع، وقد سجلوا اختباراتهم بعد ذلك والتي لا يستطيع معظم النفس تسيرها. أتت أم يسوع بالحب لنا جميعا، وشكرا لكم ومشاركة اختباري معكم. طبعا بنشكر أبونا يعقوب زكي وبنشكر السيدة بيرلي زكي، ربنا يديها الصحة ويديها العافية، وبنشكر كل اللي ساعدونا في الحصول على كمان بنشكرها وبشكر وتسجد دايما. شكرا لك. دلوقتي نخرج مع حضراتكم الفاصل، وبعدها لسه مكملين وبعض شهود العين عشان نسمع أكتر إيه اللي شافوه، إيه اللي لمسوه، إيه اللي حسوه سنة 68 وقت ظهور العذراء. فاصل ونرجع لكم مرة تانية.